FM. الكل ملك. الانترفيو دو جور. الانترفيو دو جور. ضيفنا في الانترفيو دو جور ياسين العياري نائب عن مجلس نواب الشعب. مرحبا بك، صباح الخير. صباح النور، مرحبا بكم، مرحبا بالسادة المستمعين. شنو حوالك، لاباس؟ الحمد لله. إذا لي مش لاباس برشا خاطر أنت في ثنية تخطيت معناتها وأنت جاي معناتها. أنا مرة حاجتي نصوري في الخير. ثم ممارسة مريتها كان في تونس. اللي يعني زرت على الأقل 30 دولة. هذا يعاون الحرس اللي يخليك تقرب له تقرب له تقرب له. بعد تلوح في وسط الطرود ويهز يده يقول لك اقف. لا يبالي لا بسلامته. لا بسلامتك. سسبانس هذاك باش يعطيك عنصر التشويق وكذا. لازم تصير كارثه باش نبطلوها الممارسه هذه. ما عندك مشكله في الفينيات فشدوا في البياج. اما في وسط الطرود جيت وقف مواطن هكاك خطر. فعلا خطر واستهانه بحياه الناس. قايد لك محضر ما. ايوه لا مش هذاك قايد لي محضر، فينياتي خالصين. اما تو نلوج على الراديو نتاعك ثم بلاكه ما شفتهاش درت. يا اخي وقفوني وعملوا لي محضر. دور ممنوع عملتها معناتها. اي فهمتك. هو شال هذاك حد الباس عيشك مسيش على غالبه معقوبنا على محله ما مسيل شيء مش مشكله. لا باس ندخلوا في حوارنا مع ياسين العياري. نبدا معك بالخبر اللي تحدث على نواب التاسيس زملائك السابقين اللي طلبوا اللجوء للاتحاد الاوروبي لعدم خلاص مستحقاتهم. شنو تعليقك؟ مهزله مسخره لا يجوز. في بالي مستحقاتهم خلصت وبشكل دوبل مونكف لانه هذا ليس سبب لطلب اللجوء. يعني ثم شكون يحب يحير اسمه شويه ولا يهمه ان كان في تحير اسمه بالطريقه البشعه هذه يضر في دستورنا يضر في بلادنا. انانيه مفرطه وبعضهم من الناس اللي عملت السياحه الحزبيه خلصت عليها قبل ومازالوا يحبوا يخلصوا وفيهم شكون يشارك في الكاستينجات المضروبه مشكلتهم فلوس في الدنيا. هذا مؤسف من عند نواب مؤسسين. الحمد لله اللي المجلس الكل ميتوا في شكاره واحده معناتها ولا بعض النواب ولا كل بتوعها مستني بس ما فضل قلت لك الحمد لله المجلس التأسيسي ما كانش فيه فقط الناس من النوعية هذه. ربما الحاجة الباهية في المجلس التأسيسي اللي مثل فعلا التوانسة، يعني بمعنى انه جميع شرائح التوانسة موجودة، الخاين والكذاب والفلام والجدي والخدام، يعني كان بالحق تمثيلي لشعب التونسي. ثم شريحة من الشعب التونسي كما الناس اللي ماشية معتصمة قدام سفارة الاتحاد الاوروبي خذونا هزونا هزونا تربحونا. لكن الحمد لله ثم ناس اخرى تشرف التوانسه بمستوى مستوى اكبر. معناتها تعتقد اللي الناس اللي مشاو يطلبوا اللجوء معناتها هذوما هذه مهزله. طالب اللجوء معناها خاطر ما خلصوش، شكون تحب المفروض يخلصك معناها ماك خدمت وخلصت شنو طالب يعني؟ يعني بالحق مهزله وهذا سبب لي طلب اللجوء. وماشي شنو الرساله اللي تحب تقولها معناها خذونا تربحونا يعني كاني فد الكماستا كاني سياسه ما جيش هكاك كاني كانوا موقف يحسب عليهم. لكن يقول لك هذوما النواب معناتها السلطه اصليه و بهم اي بهم هما جبنا الدستور. لا لا مش بهم هما جبنا الدستور. بنضالات ناس وبدماء ناس وناس حاربت وناس دافعت وناس عملت وناس استشهدت وناس ماتت وناس قالت 33 سنه لبن علي قبل باش وصلنا جبنا الدستور. هم فقط كانوا مجموعه من الناس مثلوا شريحه من المجتمع التونسي تحب ولا تكره عبر الصندوق بالطبيعه تحب ولا تكره ثم توانسه كيفهم موجودين عايشين معنا فهم كانوا يمثلوا شريحه من الناس هذوكم. وهذاك شعبنا يعني بيجيبوا شعب سنغافوره فيه الباهي وفيه الخايف فيه الذكي وفيه مش الاقل ذكاء. هم يمثلوا شريحه من الناس وانتخبوا ووصلوا وفات مهمتهم كملوها وانتهى الموضوع. ياسين العياري سبق وطلبت رئيس هيئه الحقيقه والكرامه بتمكينك من وثائق حول اتفاقيات قديمه بين فرنسا وتونس اللي ترجع لعام 55. الاجابه كانت البارح. الهيئة جاتني قبل لانه جاني ايميل من عند نكمل السؤال. الهيئة هبطت وثائق للعلن على الموقع نتاع الحقيقة والكرامة كيفاش تعلق على تسريح او رفع الحجاب عن الوثائق؟ اول حاجة هذا امر عادي لانه مهما كانت الوثائق وتهم الشعب التونسي من حق الشعب التونسي انه يعرفها. يعني هذه المفروض هي القاعدة مش الاستثناء اللي نحكيو عليه. اذا امور تهمنا من حقنا نعرفوها. أنا تقدمت بمطلب نفاذ المعلومة للهيئة أول ما حكيت على الموضوع في إذاعة بعثت لي الهيئة قالت لي وصلتنا مطلب نفاذ المعلومة متاعك هاي الوثائق وبعد هبطت نشرت وهي مشكورة وطبق في القانون اللي يعطي الحق نفاذ المعلومة. كيفاش علاقة الوثائق صراحة ما درستهاش لأنه البارح عندنا المحكمة الدستورية وعندنا شريعة قوانين سأدرسها ونعطي منها رأي. مانيش من النوع اللي يعطي رأي مسبق قبل ما يدرس. هي مثيرة للجدل ومغرية باش تدرسها الوثائق. أكيد سأدرس مش نفس الوثائق اللي بعثت لك؟ اي لا انا ما شفتش حتى جاني الميل. ما شفتوش؟ لا جاني الميل في هذه الوثائق وانا في وسط تحضيرات المحكمة الدستورية.
أيوة. كملنا البارح في اليوم إن شاء الله أو غدوة ناخذ وقتي وندرسها نقارنها نشوفها ونعطي منها رأي. مانيش من نوع اللي بصراحة هل التوقيت بريء اليوم بإخراج ليه مسؤول هو مو أي وأنت عندك الحرية في الإجابة يعني بريء. يعني هل الآن اليوم معناتها في التوقيت هذايا في العركة السياسية في اجتماع كارتاج في المشكلة اللي صاير بين المجلس والهيئة وبين المحكمة الإدارية اللي خرجت قرار ولم تحترمه يقول لك الهيئة ومشكلة نتاع الناس اللي ضد أصلا سيهاب السدري يعني الوثائق هذية يعني في الأنية متاحة كيفاش تعلق عليها معناها تحب تقول للهيئة تعمل في السياسة السياسة حق والدستور عطاها الناس كل باش يمارسوا السياسة والناس كل تمارس في السياسة يعني ليست جريمة سياسة ما عادش في قبل 14 جانفي ونعمل في السياسة تهمة لا سيدي تعمل في السياسة ونص شو المشكل وبرة تعمل في السياسة مش عيب معناها لا 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 حق دستور عطاها الناس كل ما دام في إطار القانون احنا لهنا توا الفيصل الوحيد بيناتنا هو القانون هل تجاوزت الهيئة القانون في تقديري لا أو ثم محكمة تحكم تعمل في السياسة شي مشكل الناس كل تعمل في السياسة يعني الرئيس اللي تقول لي مؤسسة يعني حتى رئيس الجمهورية مؤسسة وتعمل في السياسة حتى رئيس مجلس مؤسسة ويعمل في السياسة حتى الهيئة الدستورية الأخرى مؤسسة بتعمل في السياسة منخفوا لا 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 نسيسوا كل شيء في تونس كل شيء إنه مسيس إيه معناتها الولي نفرغوا الهيئة من محتواها ومن قيمتها لا 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 ما عنده وجاية تقدم معناتها هدف معين وهو انتقال ديمقراطي وعدل انتقالية بالعكس الهيئة في ضربة السياسة هذه ضرب بلغة السياسة ضربة معلمية بمعنى تتعرض لتشكيكات وانتقادات وهي ما عملت شيء وكذا كذا خسر التعاطف فليعمل السياسة ربحت اليوم تعاطف في نجم يكملها جست مكانها جست ما بس تكمل المسار هذا وتنجم تخدم بأريحية لأنه تحب تذكر مسيسة في وسط تجاذبات سياسية الهيئة اليوم عملوا لها حملة فيها الصيح وفيها الغلط لا أنزه خسر التعاطف التعاطف هذا أضرب المسار اليوم كد مركي بونتو تربح جزء من التعاطف والتعاطف هذا يساعد المسار يعني شنو وين المشكل المشكل هل خالف القانون أو لا المشكلة في مركي بونتو اي حق ما هو اليوم التونسي كي يسال أي. ويسمع كلامك هكا يقول لك والله ماركة بونتو وعندها حق وتنجم تعمل سياسه ويد المبادئ ويد الاهداف الاهداف لا مش تحكي كان على سين بسدرين نحكي على الطبقه السياسيه بكلها انت يعني بلد. يعني معناتها احنا قاعدين نمركيو في الاهداف لبعضنا واحنا قاعدين نتربصوا لبعضنا وكل واحد يعمل في السياسه معناتها مطلوب يعني التونسي وينه في هذا الكل لا التونسي انا اليوم كتونسي استفدت من هذه السياسه لانه خرجت لي وثائق تنورني على تاريخي تفهمني أنا شكون وش عندي وش ما عنديش ربحت من البونتو هذا يعني هذا مش بونتو من نوع السياسة ومتاع متاع الأفلام لا أنا كتونسي اليوم ربحت في البونتو هذا اليوم طلعت على وثائق ممكن كان 100 سنة أخرى ما نطلعش عليها الوضع يسمح الآن الآن وهنا معناتها الوضع يسمح الوضع يسمح والاستقرار معناتها على شفهاوية كما يقول الوضع يسمح دائما بالحقيقة دائما وش معناها الاستقرار وشفاه معناها نبطل ما نشوفوش تاريخنا خاطر الاستقرار هذا كلام معناها انا اليوم انا نعمل ايش نحب وما نتحاسبش باسم الاستقرار لا 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 الاستقرار يتحقق لما الناس تكون واضحه مع بعضها هذه الخطوه هي في اطار وضع علاش الاستعجال نتاع يعني نخرج وثيقه اخي عم كونفرنس دو بريس انت مش تحب ورينا الوثيق فينا اطار مش نجمو نعملو هذا ولا انك تسالها اي ولا معناها ما ثم القانون يعطيك الحق انك تسالها علاش الوثيق هو على شك لكن اللي عملته اليوم ارى خطوه انت قلت ضربت مع المعلمي هذا التعليق نتاعك فوالا راجعين بعد الاخبار باش نكملوا في كانت الوثائق صحيحه نتاكدوا منه نجمو نكونوا دلفوا شفت شويه الوثائق البارح انا اتفاقيات وعقود مع شركات اجنبيه وانا كنائب شعب نقراها واذا كان فيها ما يبنى عليه ساحاول نقوم بدوري الرقابه جوستمون باش نعرف دورك شنو هي اذا كان قريت الوثائق وبعد الاخبار باش نحكيو على وثيقه قرطاج والوضع الحالي للفريق الحكومي وين ماشي تونس شنو موقفك راجعين بعد الاخبار ضيفنا ياسين العياري نائب في مجلس نواب الشعب مرحبا بك مره اخرى ووقفنا قبل الاخبار حول هيئه الحقيقه والكرامه والوثائق اللي خرجت البارح واثارت ضجه على مواقع التواصل الاجتماعي الوثائق اذا كان معناتها طلعت عليها ووقفت على الحقيقة وكانت نسبية اليوم الحقيقة مش حقيقة مطلقة شنو باش يصير من بعد حسب رأيك هل باش تاخذ صدى كبير الوثائق هذية إعلاميا وسياسيا أم باش تتعدى هكاك ينابيغشي وحد ما يقف عندها ويقول لك خلي التاريخ ويحكم تحب نحكيو بصراحة بصراحة بيان سور عندنا طبقة سياسية كبيرة في العمر وبيقول كبيرة في العمر كبيرة في التصور
تعتقد أنه سفير فرنسا مازال مقيم العام وعندها مشكل كبير وتخاف منه ومن رد فعله وعاطينه وزن كبير في البلاد. فإذا كانت هذه الوثائق تمس فرنسا فالناس كلها تعمل روحها عين رات وعين مراج. شوف بالنسبة لجدي كان الجندي الفرنسي يملك حق الحياة أو الموت كان حاجة كبيرة. بالنسبة لبابا كان الفرنسي يملك الأنوار لأنه هو اللي يجيب الكتب والسينما والأفلام وإحنا ما عندناش. بالنسبة لجيلي ما عندناش العقدة هذه مشينا البلدان فماش الصدمة هذيك معناتها ما عندناش العقدة هذه مشينا البلدان وشفنا مشاكلهم وشفنا ايش عندهم ايش ما عندهمش متحررين من هذه العقدة. وحده جيل شاب اليوم ينجم ياخذ قرارات السيادة الوطنية ما عندوش هالحاجز النفسي بارابور لفرنسا أو غيرها من الدول. الطبقة السياسية اليوم عندها مصالح ما تحبش تغشش الفلان ما تحبش تغشش فلتان. السفير الفرنسي كما شفت وقاعد ينشط بكثرة حتى فيما فيه تجاوز للأعراف الدبلوماسية. فإذا كانت الوثائق هذه تخلق مصالح فرنسا ف نتوقع أنه صمت كبير من برشا إعلام ومن برشا سياسيين. لكن هذا لن يكون حالتي يعني أنا مستقل ما عنديش الحسابات هذه سأطلع على الوثائق وإذا كان فيها من نجم فكوه لمصلحة الوطن سأسعى بكل وسائل تأتي للقانون كنائب شعب باش فكوه. أنت قلت أنه طبقة سياسية كبيرة وعندها مصالح وكذا والشباب توا والدم الجديد نتاع السياسيين مع تفاتوا لحكاية الصدمة وعلاقة فرنسا بتونس. لكن يقول لك هذه كلام تاع شاب ثوراجي شاب طموح شاب مازال عايش على وقع هكا شويه شعارات ثوراجيه وكذا. معناتها اليوم يقول لك العالم يحكموا على قد دولي اي ويحكموا على قد قوى اي وتعرف انت فما انت على قد قوى كبيره في العالم وفما قوى غربيه تحكم في المنطقه على مستوى اقتصادي وعلى مستوى سياسي وعسكري. اي ما تنسيه الكلام اللي نقولوا هيا يفضلوا الاتفاق والسلام عليكم ويسيبونا ملحنا وخلي عندكم درشنو. لا اليوم العالم تغير والعالم ارحب من دولة كانت استعمرتنا قبل. عن الصين عن الهند عن البرازيل عن كوريا عن ألمانيا. يعني جيلنا شاف العالم وسافر فيه وعنده نظر أوسع للعالم وأرحب من أنه فقط المستعمر القديم اللي كان به عنده علاقة عضوية ما خذاش من عنا هذاك ما بعناش قعدنا غاديك. لا يا سيدي اليوم البرازيل لسه في الطيارات راي معناش يعني العالم لم يكن تلك القرية الصغيرة. ثم نزيدك هم بحاجة إلينا بقدر ما نحن بحاجة إليه. بمعنى هم بحاجة نصيحنا سوق صغيرة لكن هم اليوم اقتصادهم مخنوق ما عندهمش فلوس. هذا عايشين حوس في شوارع فرنسا وشوف اللي تلقاه شعر وصفر ونزرق يكلم الزبلة في الجارديونار. دونك هم اللي حاجتهم بسوق كيما احنا حاجة مشري من عندهم. عندهم سوق الافريقية اليوم متوجهين لها فرنسا اليوم تقع تونس سوق تقع الافريق ديونار سوق. يعني بما حاجه كيما احنا حاجه باش نخدم عندك ما حاجه باش بوريكولي السلعه نتاعهم عندنا. يعني ما ثماش علاش السوبريوريتي. وكما قلت لك العالم اللي ما فيه الهند فيه البرازيل فيه باكستان فيها الارجنتين فيه كوريا هي مش نفس اللحظه التاريخيه مش نفس في المانيا في يعني مش نفس الاطار التاريخي ولا بمعنى لسنا مربوطين بعلاقه بحبل سري مع فرنسا. أي. يعني لو نحيو الصدمه هذيك ولا العلاقه العضويه احنا حاضرين لقطع العلاقه العضويه لا مش العلاقه العضويه احنا جاوبني على السؤال احنا حاضرين. انا كشخص اليوم لو كنت في موقع القرار مهمنيش انا نشوف العلاقه اللي فيها اكثر مصلحه لبلادي مش رضا السفير الفرنسي او لا ما يعنينيش. انا اليوم كي نكرهها بنجيبهم من بلاد اخرى ولا بلاد اخرى نبيع لها مخير نبيع لها ما يهمنيش لاني انا نكون مسؤول على الشعب التونسي وندافع على مصالح الشعب التونسي. لكن انت يا سيدي تحت رحمه صندوق النقد الدولي انت تحت رحمه الاتحاد الاوروبي انت تحت رحمه العلاقات التجاريه اللي احنا فيها اللي احنا فيها بارتي فابل مانيش بارتي فورت. معناتها نتساءل وين الدبلوماسيه نتاعنا وين وزير الخارجيه نتاعنا وين يا اخي احنا مازلنا في عهد دبلوماسيه بعث لهم زيت زيتونه والتمر. هو انا دبلوماسيه اقتصاديه معناتها ما عندناش حطوها في بلاستها وخاطر انت جيت من المانيا عملوا انتخابات من بعدها جزئيه. نكون صريحين وقتنا من اللغه المضروبه فنتكلم بصراحه لانه توصيف المشكل هو اول جزء من الحل. انت طبيب يعمل تحليل وسكانير والريم باش يعرف المرض ينفع تاك المرض يعطيك الدواء. احنا مشكلتنا نتحاشى ان نوصف المرض. ما عندناش اليوم الدبلوماسيه. الرئيس اليوم اللي المفروض هو يعرف
دبلوماسية عموره هو وضعه الحزبي وانشغالاته اليوم في 2019 وزعم يوسف الشاهد مترشح ما يترشح خليته بعيد عن الدبلوماسية. عنا وزير الخارجية متاعنا اليوم شنو يعمل لهب الانتخابات البلدية متاع حزبه، الدبلوماسية بالنسبة ليه مع شوية زيت وشوية وشوية حرف. فلنكون واقعيين، اي مانيش تضرب في البندير، لكن يقول لك البيجي قاتسبسي يعني مشي برشا المحافل الدولية ومشي يناقش في الزعماء الكبار ومشي لنددد واستقبلوك استقبل معناتها سأجيبه بكلامه. الرئيس البيجي قاتسبسي قال العبرة في النتائج. وين النتائج؟ عملنا مش عملنا مؤتمر استثمار جابوه بالهلال وصوروه انجاز وجات الناس وعطت له عود؟ اي باهي، وين الوعود؟ كلام فارغ. وين الفلوس اللي قالوا عليها؟ ما ثم شيء، الكل كلام فارغ، كلها مسرحية يربحوا في الوقت. الناس اللي تحكم اليوم علاش نظام رئاسي هو في تونس؟ لا لا، العلاقات الخارجية عطيها له بالدستور للرئاسة. كون واضحين، ما في علاقة بالحكومة والسلطة التنفيذية والشأن الداخلي، وزير الخارجية من حزبه، رئيس الحكومة من حزبه، ايش يحب. يعني احنا قالونا قبل الانتخابات يلزم الرئيس والرئيس حكومة فرد حزب باش يتفهموا، انا ما خديناهم سيدي فرد حزب التناغم وما تناغموش وما تفهموش والحال اللي احنا فيه. العبرة بالنتائج. اليوم مع الناس دبلوماسية واضحة، مع الناس دبلوماسية نشيطة، مع الناس دبلوماسية اقتصادية، بلدان اخرى اصغر منا واجد منا في واللي تحب انت عندها الدبلوماسية هذه، عندها اللوبينج او عامل الميزاجور اللوجيسيال نتاعها في الحكم مثلا. انت قلتها تقصد على الميزاجور، ما تحب تقصد السيد رئيس الجمهوريه اليوم من فيرسيون قديمه. لا كلام كلام هذايا ما كانش انا انا لا انتقد الاشخاص بل الافكار والمنظومات. احنا نحكيوا على نتائج احترام، نحترم الشخصيات لكن الاشخاص يعني فوقها مؤسسات وفوقها منظومة. أكيد جدا، هذه المهم عندي، مش مع عندي زايد العمر معناتها. أنا مش معك أكثر، المهم هي النتائج. اليوم النتائج خايبة، اللي يحكم اليوم الرئيس ورئيس الحكومة والوزراء متاعه والأغلبية من نفس الحزب فشلوا فشلا ذريعا. كل مرة فشل كما حركت النهضة كقوة ثانية معناتها في البرلمان وفي الحكومة. مش بدأوا حملهم المسؤولية مع بعضهم، هم ائتلاف حاكم. يعني أنت تحب ثم البارتي البرلمانية والحكومية والرئاسية كل عندهم ائتلاف حاكم وفشلوا فشلا ذريعا على كل مستوى. شو يعملوا هما؟ يقصدوا في الفشل. تو أنت عاملوا لجنة دانيير مو باش تشوف حلول. سامحني، أنت بعد 4 سنين تحكم تشوف حلول. باش نحكيو على اللجنة، خلينا نكمل نقفل السيام بالسندرين. الهيئة نتاعها مش متاحة الهيئة متاحة تونس. مثالش خويا، نقولوا رئاسة متاع بيجي قاسبسي، لا نقول رئاسة مؤسس الرئاسة متاع تونس. تقولوا حكومة الشاهد، نقولوا رئيس حكومة ذاك. ايه تقولوا حكومة الشاهد، لا لأنه هو يشكلها هو يحطها ويتحمل مسؤوليتها. يا سيدي أنا قلت هيئة دستورية متاع تونس اليوم على رأسها هي سياب السدرين. بالضبط، تفرق برشا. هيئة هي سياب السدرين يعني قررت التمديد ويقول لك اليوم فما مشكل فقهي حول فما انعقاد لا جلسة عامة ولا للنظر في القرار هذايا. ستعقد جلسة حسب الكواليس في مجلس الشعب وانت حاضر. أنا سمعت كلام أنه مكتب المجلس قرر أنه يرفعها للمجلس موزن استدعاء ولا إعلام خاطر ديما يعلمونا موعد جلسة. قرار مكتب المجلس هذا هو قرار إداري. أنا كنائب لو تم سأطعن فيه أمام المحكمة الإدارية لأني القانون واضح، ما ثم حتى كلام في القانون على انه تعدي قرار التمديد الى المجلس. يعني لما تعدي قرار الى المجلس تقول يلزم اغلبيه الثلث ثلثين بمن حضر، يعني ثم تفاصيل. وكلمه يرفع اللي اعتمدوا عليها باش يقولوا تعدى المجلس، احنا عنا دائره المحاسبه ترفع تقرير رئيس الجمهوريه. ما رئيس الجمهوريه يقول فيه نعم او لا، لا ترفع. اما القانون هنا مش واضح، نتفق معك. المحكمه احنا مو علاش قوانين ما عندناش شكون يفسر القوانين، لانه يعني ما عندناش محكمه دستوريه. المحكمة الدستورية كان أجلها عام منذ الانتخابات. الناس اللي تحكم اليوم عملوا المستحيلات الكل باش ما تكونش تم محكمة دستورية. باش يوخروها معناتها. علاش؟ لأن المحكمة الدستورية كان يسمى محكمة دستورية ما يتعداش قانون مصالحة، مش مصالحة، قانون تبرئة الفساد سيء الذكر. ما تجددش حالة الطوارئ. يولي ثم حد التغول نتاع الناس اللي تحكم تو، وهما يحبوا ياخذوا كل شيء بالمهموتة كل 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 كل. فالمحكمة الدستورية تزعجهم. فعملوا المستحيل. بس ما يصيرش محكمة دستورية تزعجهم حتى بلجنة توافقات عليها توافقات غير قانونية. لا نحكي لك معناتها تزعجهم حتى بلجنة توافقات. هاك شفت المهم اللي صارت البارح في إطار المحكمة الدستورية؟ والله شيء حش، والله شيء لا يليق بهذا الشعب. معناها ايش عملوا؟ جاوا تفهموا، قالوا المحكمة الدستورية مهمة كذا، كل واحد يعطي المرشح نتاعه ونتفاهموا فيهم عاد يوم تاع بعضنا وخلينا نتعداو. النهضة والجبهة الشعبية والمعارضة التكتل الديمقراطية التزموا بالاتفاق وطلعوا لهم القاضية نتاعهم. جماعة النداء تونس والمحسن مرزوق اتفقوا معاهم بعد يبدوا بيهم. لعب فروخ.
لا يليق وتونس تفرج. والهدف شنو هو؟ عطل المحكمة الدستورية، لأن المحكمة الدستورية ما تنساش هي الجهة الوحيدة المخول لها عزل الرئيس. معنا هيئة وقتية ولا؟ لا 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 ما عندهاش نفس الصلاحية. مش نفس الصلاحية صحيح. المحكمة الدستورية نجم تعزل الرئيس. أيوة. هي الهيئة الوحيدة. أنا أعطيك مهزة قانونية. أنت حبيت تقول لي معناتها أنه رئيس الجمهورية خائف من المحكمة الدستورية. مش خايف ما يحب. أو فما دوائر قريبة من رئيس الجمهورية خائفة. تكلم عشرات المرات وقال أنه الهيئات الدستورية ما يحبهاش والحياة المستقلة ما يحبهاش، مازال عايش بعقلية الحاكم بأمره. إيش معنى هي الدستورية تقول لي لا وهذه تعرضني مؤسسات لا 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 يحب يحكم. هذا هيك تربى على الحكم. 60 سنة هو هكا يشوف الدولة هكا. قالها مرات ومرات في تصاريح إذاعية وصحفية شنو هذه مستقلة وش معناها دستورية وش معناها هيئة مستقلة وش معناها حاجة ما نحكمش فيها. هذا واقع وهذا انتقال ديمقراطي يقول لك اليوم لا هذا قاعدين تربيه على الديمقراطية. مانيش ديمقراطي يا اخي، نحن اللي جينا نتاعنا ديمقراطي. لا 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 جينا نتاعك ماكش ديمقراطي. ما عملتش تحدي جيني لا لا من احكي لك وقتها. احنا تربينا على القمع وتربينا على الدكتاتورية، قاعدين ندربوا على الديمقراطية حتى كاعلام وسياسيين. المشكل وين؟ انه الرئيس اقسم على احترام الدستور وانه شرعيته متاخذه من الدستور وانه هو الضامن دستوريا للدستور. لما هو عنده مشكله مع هيئات دستوريه يعني عنده مشكله مع مصدر الشرعيه، مصدر الشرعيه المنبثقه منه هو شرعيته زاده، فيشكك في نفسه. انا نقولها انت تقولها مواطن، اما رئيس الدوله الذي اقسم على احترام الدستور واللي شرعيته مستمده مربوطه بالدستور لانه في نفس الدستور اللي قاعد يطبق في الدستور اللي نظم القواعد اللي طلع بها هو خرق الرئيس الدستور هو سبب كافي لعزلي. لكن يقول لك اليوم الدستور ماهوش قرآن كريم. لا 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 ليس منزل سياسيا. وفما شكون حتى يقول لك يمشي للاكستريم، معناتها يقول لك ياسر حلمنا برشا هيئات مستقلة ومواضيع متقاطعة وأهداف متقاطعة وبرشا هيئات وبرشا مباني ومحلاها الدنيا ومسخرفة، لكن الصندي لكن الكونتو مش موجود. إيه نصنعوه هذاك حتى اي لا نصنعوه ما اختلفناش، وانا ماخذين الوقت نتاعنا باش نصنعوه. يعني احنا خذينا ارض كبيره قلنا نبنيوه، اما نحترموا البلان يا سيدي، نحترموا الناس كل. المشكل وين؟ كي يجي الخدام اللي حاط فرمال ما يحترمش نجم يطفي الضوء، اما كي يجيك الشيف شونتي بيدو كي يجيك الارشيتكت ويقول لك لا هذه نبدل، لا مشكل مشكل كبير. نمشيو لمحور اخر. انت نائب في مجلس النواب الشعب اليوم، انت محسوب على شكون في المجلس؟ أم تخدم لصفتك الشخصية؟ أنا مستقل في قراراتي في توجهي السياسي في تصويتي. والحاجة الباهية الأفونتاج اللي عندي اللي معايا في المجلس الكل يعرفوني وعرفوني على مدة طويلة، فحتى حد ما يجرب باش يجي يحاول يأثر علي يعرفوني. أنت في المعارضة اليوم تا موقع نتاعك؟ لا هذايا أي معارضة اليوم؟ المعارضة مشتتة. لما ترشحت قلت للناس اللي باش ينتخبوني أنا ضد الائتلاف الحاكم بمن فيه وقت حتى افاق مازال ما خرجش. هذوما الناس تحكم ارى انهم فشلوا، انا مترشح كمعارض لهم مستقل. انا اليوم احترم. تتساوى مع ناس كانوا في الائتلاف وخرجوا يعارضوا في الائتلاف؟ اليوم مانيش في مسابقه شكون يتساوى. لا لا لي بانكم نتاعكم خلينا نفهموا الخريطه بتاع المجلس باش نفهموا احنا زاد. انا اعارض الناس اللي تحكم اليوم واللي خرجت من الحكم تتحمل مسؤوليه 3 سنين تعداو. ما هو شكل ميشكل نجي معاكم ناخذ المسؤوليه في الحكومه كي نعرفها سي بشتان تهردت ننقص ونولي معارض. انا لا ما نتعاملش معهم بنفس الطريقه، لكن نجم نلتقي معهم اليوم في مواقف معينه لاني ما عنديش شكل مضاد. معارضه وين ماشي؟ انا معارضه، معارضه الجبهه الشعبيه، معارضه الكتله الديمقراطيه. كيفاش نخدم انا ما عنديش انا ضد ذاك ولا انا مع هذاك. لا نجم انا عندي قناعات يصير موقف للتصويت وصوت حسب ضميري وما يقلقنيش اني تقابلت مع الجبهه الشعبيه او مع افاق او مع النهضه او حتى مع النداء بيدو. انا كصبيانيه سياسيه انا ضد هذوك مهما جابوا ولا مع هذوك مهما جابوا. انا اعتقد ان اما البراغماتيه السياسيه تقول انك لازم زاد كيف تصطف وراء وتتموقع في موقع في لا في, لا في البرلمان باش تكون قوي وحدك. لازم انت شفت حتى هذه البراغماتيه السياسيه. انا لما الناس انتخبوني عارفوا انه كرسي في وسط 217 موش باش يغير التوازن السياسي. باهي تقول لي براغماتيه على شنو تخدم؟ تخدم على 2019. كيفاش تخدم على 2019؟ عندي دبلوماسيه برلمانيه مع الخارج خاصه نخدم عليها برشا، عندي ملفات نخدم عليها برشا، نحب نوري للتوانسه انه لما تعطيوا الثقه للشباب شوف شي نجم يعمل، شوف شي يتحرك على امل انه في 2019 التونسي يعطي ثقه اكثر للشباب. هذه البراغماتيه. معناتها انت في حاله هكا تقول انت قاعد تعمل في الدياجنوستيك حتى 2019، شنو هي الملفات؟ شنو نجم نعمل؟ عملت هدف 2019. شنو هدف نتاعي؟ الهدف نتاعي حتى 2019 اني نعطي صوره
طيبة لما الشباب يأخذ ثقة في نفسه ويقدم ويمارس السياسة يخدم خير من الأخرين، على أمل أن الشباب التونسي يتشجع ويتقدم، وعلى أن التونسي يكونوا أسهل باش يعطيوا ثقة للشباب. دونك الكرسي هذا هدف متاعك اليوم نصوت حسب ضميري ما غيرك لحسابات التكتيكات رياك شفت الاتفاقات يعملوها ويخرقوها. الهدف متاعي براغماتيا هو أن التونسي اللي قاعد يشوف في 2019 يقول والله شوف أكل ليد الجون اللي جبناه هذاك شو قديش خدم، معناتها وجودك رمزي في البرلمان اليوم أكثر منه معناتها فعلي رمزي لا فعلي وكقوة رمزي لا لأنه من رمزي تلمس الحاجة وتهدف الحاجة جزء منها لأنه القانون يعطيني كنائب واحد أني نقوم بدور الرقابة البرلمانية. أنت شوف الأسئلة الكتابية وشفاية المسائلات الوزارة اللي قمت بها وقارنها بناس أخرى. إيه نعرف أما بمقعد واحد وبنعزال عن عن الكتل الأخرى ما اسمه وجود رمزي هنا لا هنا قوة القانون بأدوات هذيك عندك كتلة ما عندكش عندك 70 نائب ولا ما عندكش ما تفرقش أنت نائب شعب تسائل أي وزير بالطريقة اللي تحب عليها وشوف الأسئلة اللي عطيتها اسكو قول الزحف إذا كان هذا ممكن شبيه حتى نائب 2016 ما عملها قبل علاش ما سألوش وزير الداخلية الحبيب عمار مناش خايفين هو استقبل الرئيس هو مطلوب العدالة كمثال علاش ما سألوش المسألة حتى حد وزير الخارجية على الدبلوماسية البرلمانية متاعنا وتصنيفات السوداء علاش ما عملها حتى حد كان جات الأسئلة وحدها هي تنهي الأزمة راهو السؤال ينجم يكون حل ونأكد لك اللي يتحرجوا الوزراء وحتى النواب من مجرد طرح الأسئلة علاش لأنه يقول لك هذا وزير في حكومتنا وكان احنا نقلق الوزير هذا والنائب من الأخرين يقلق وزيرنا وتولي حسابات لا ما تخافش حتى في نفس الحزب راه فما ضد الكونتر ومعاه ضد انك تكون مستقل يعطيك حرية مطلقة انت تولي نائب شعب ما عادش نائب حزب ما عندكش حسابات أبار إنه الناس اللي انتخبتك هذيك وأنت كنائب شعب قل لي ماذا تعلق عن اجتماع وثيقة قرطاج الثاني من نوعه بعد 13 جانفي وتمخذ عن الاجتماع ذي متاع الممذين في وثيقة قرطاج انبعاث لجنة خبراء من الناس الممذين على الوثيقة وأنا باش تجتمع وأنها بشوية باش نكملك سؤال باش تقرر الأولوية متاع الحكومة الاقتصادية وفما لجنة أخرى باش تحكي على القانون الانتخابي والنظام السياسي وتحويرهم وفي مرحلة ثالثة اسكو الحكومة باش تحاور ولا بعمق ولا باش تقعد ولا لا وبنفس الرئيس ولا لا شنو تعليقك انت أساطير الأولين يعني هما تو بعد 4 سنين حكم عندهم القصبة وقرطاج ومجلس النواب تو باش توجع الحلول سامحني كي ما عندكش حلول لازم ترشح الانتخابات مش قال عندنا برنامج شوفوا الدوخو اي وين البرنامج مش قال 150 خبير و520 الف مليار طول وجع الحلول بعد 4 سنين قانون انتخاب يمنع اغلبيه مريحه بتطبيق البرنامج عنده ائتلاف حاكم عنده اغلبيه برلمانيه هو والنهضه يعديوا اي قانون وعندهم الحكومه وعندهم القصب وعندهم رئيس مجلس النواب عندهم جميع الوسائل باش ينفذوا اي برنامج يجيني بعد 4 سنين حكم بعد ما كان يبكي على المراه اللي شهور ما كانتش اللحم وجاب الحلول وحكى لنا وتولوا بعد 4 سنين وجع الحلول تو ما لازمش يوجع الحلول مش كاني ماخر شويه كلام فارغ هم يقصتون في الفشل شنو المساج الضمني الضمني هم فاشلين على السائل الضمني هم فاشلين على جميع المستويات باهي شو يعملوا مش قلنا رانا فاشلين كل مره يزيدوا يقولوا نفسنا شوي عملنا حويجه هكا شوي باش احنا ما نتصدموش وما فاشلين هاللجنه هذه باش تقول باش تقول وضع اقتصادي متردي مسؤوليه شكون نحاسبوا الشعب انت ما كنتي تحكم معناها هذوما شي يعملوا كيجيو انتخابات يقولوا احنا باش نعملوا باش نعملوا باش نعملوا ومن بعد ما يعملوا شيء يتلاقوا في تقسموا شقوق وحسابات وفضايح وكذا باش يعملوا يسبوا الشعب وانت بيك وعليه باش يعملوا لجنه لا مش معقول هذوما ناس ما عندهمش حلول هذوما ناس ربحوا في وضع معين بخطاب استقطاب احنا ضد النهضه ما تحالفوا مع النهضه هذوما ناس ما عندهم حتى وعد ما احترموه واللي يقيم راهو عمل الحكومه هو مجلس النواب مش هاللجان هذه يجي يوخر وقعد يحب يعمل حاجه يتجاوز بس اما اللي يقول لك في القانون لرئيس الجمهوريه ان يبادر بمبادره وهذه المبادره نتاعو اما وثيقه قرطاج هذه يحب يعمل دستور اخر انت مواطن تعرفش وثيقه قرطاج ما تعرفش انت تعرف موفيه وثيقه قرطاج شفنا قريناها من بدء العام تاع وثيقه قرطاج الصباح تقول البيجي يخشى النهضه في البلديه ويخشى الشاهد في الرئاسيه مع العنوان هذا ما يعني نيش هذه امور هذيك هذه سيلكتيف هذا هو هذا الحال معناتها احنا مشكلتنا وين لو ديبا تحط في لابتيت بوليتيك
بمعنى الشاهد البيجي لطفي براهم هذا الوزير مش هاني هاني البوليتيك باهي بعد بدلوهم الكل يا سيدي وبعد انا لا جرون بوليتيك هي اي اليوم التعليم شعملنا فيه به والصح متردي اي هذا ما نحكيوش عليهم اي باي اليات باي منظومه احنا سمحنا باي حوكمه باي نظام يعطيك الصح يحكينا حوكمه نظام طريقه عمل ما تنحي لي الشاهد وحط لي براهم تنحي لي البيجي وحط لي الشاهد نفس المنظومه هاو يقول لك اليوم لجنه الخبراء باش تنظر في الحوكمه باش تنظر بعد اربع سنين هما يحكموا تو باش تنظر المفروض انت تدخل الانتخابات راك نظرت وعملت وقريت نعطيك سيدي عام تقول انا عندي نظره على الانتخابات عام نسجل عمل في الواقع باه عام نحيد حبيب الصيد وبعد عمل جبت لنا هذايا شو اسمه يوسف الشاهد موظف سابق في السفاره الامريكانيه كم قال ماسي سيد السيد المسيح باش يجيب الحلول مستشاري وباش يقف باش يقفل تونس باه هي وقفل تونس تكه توا باه نرقدوا كلام فارغ كلام سياسي خاربين من الدبال حقيقي انهم لا عندهم لا حلول لا طريقه عمل لا عندهم حتى فكره انهم لاهين في حرك القاوي حركة القوي السياسية بمعنى لبتيت بوليتيك زعما نترشح ايه انت ما عندكش حلول لهنا باش ترشح باش عندك حلول اللي بعدها باش نعطيك تزم تحمي يقول لك اليوم جربنا النظام السياسي الحالي وجربنا القانون الانتخابي وعطانا حكم يحكم فيه حد لا لا يعني ان جوفرنابل معناتها ايتا ان جوفرنابل اليوم حد ما يتحمل المسؤوليه وحد ما نجم يحكم وحد لا نجم يطبق قانون البرنامج الانتخابي بتاعه مش صحيح عندك الرئاسه والقصبه ورئيس مجلس النواب والاغلبيه الحاكمه ما نجمش تطبق حتى كي نحطهم في عند واحد برك اخي شكون جايبوا الشاهد والحبيب بس ما جبتوا انت انت نعطيك حاجه انت الرئيس اليوم اللي اعطاه الدفاع والعلاقات الخارجيه عن علاقات خارجيه زباله سامحني بمعنى انه ما ثماش نتائج كان الكلام نجي نعطيه الصحه والفلاحه انت عندك زوز برك واحده منهم فيها فشل ذريع اليوم نجي نعطيك الصحه والفلاحه والتعليم حسبك يعني الاتحاد العام توصل الشغل علاش متغشش وخرج نور الدين طبوبي على اعصابه من الاجتماع لا اعتقد انه الامر يهم حاجه تهمنا التوانسه بمعنى لو كان متغشى حاجه تهمنا التوانسه الاتحاد يهمنا لا سنين يمثل قطاع كامل نتاع شغيل اي تفضل لو كان غش الطبوبي اي سيد الطبوبي على امر يهم التوانسه راه تغشش في 2012 في 2014 وفي 2015 وضع متردي و2016 ما تغشش كان تو اعتقد انه ما دام تغشش تو لانه الانتين روج والعلامات حمراء مش كان من اليوم من عام ناول وست اشهر التالي وثمانيه اشهر التالي ووقت الطبوبي صح على وثيقه قرطاج وقبلها والوضع ماشي وين دهثر وين دهثر وين دهحر والتضخم يطلع والعيشه تغلى والوضع يتردي وما تغشش اعتقد اذا ما تغشش في اللحظه هذه بما انه ما صارتش حاجه فارقه انه تغشش على الامور سياسي فهذا تسمع لي سياسيين وهذا يجاوبك عليه سياسيين انت مع انه حكومه تصريف اعمال اليوم تكون حكومة هو اللي قال نور الدين تابوت شوف هذا هرب من المسؤوليه اش معناها نفشل اربع سنين باهيش ونجي العام الاخر كي تدخل الانتخابات ونقول نعمل حكومه تصريف اعمال باش الفشل ما نقيدش عليه باش نجيهم في 2019 ونقول انا المنقذ وكذا انت حكمت اربع سنين تكمل العام تاعك تعمل الحصيله تاعك نحاسبوك بها وانتخبوك في 2019 اما تجي تحكم 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 تغرقنا الكل ومن بعد تجي في الاخر لا راني البلاد وضع حكا خاطر حكومه تصريف اعمال في الاخر لا سيدي معناتها انت مع مواصله الحكومه هذه حتى 2019 حكم روحك واضح مع حكومة يوسف الشاهد 2019 مش حكومة يوسف الشاهد انا نشوفها حكومة المنظومة حكومة الوحدة الوطنية لا مش وحدة وطنية هما سميوها عاد سميوش يحبوا انا اعطيك توصيف حكومة وحدة وطنية معناها الناس كل موجودة فيها هذه مش وحدة وطنية هم موجودين هذه لا مش ناس كل هذه ناس ربحت في انتخابات 2014 ربحت بديسكور عنا الانجازات وعنا برنامج تشوفوه الدوخ ومرا ما كليتش اللحم وباش واحنا ضد النهضه اي مش الاحزاب فقط فما اتحاد عن الشغل فما اوتيكا فما مش يحكم لا سامحني هذيك منظمات وطنيه عندها دور عندها تاثير تاثير مش تحكم اللي يحكم تهاو يقول لك بدل لي وزراء معينين بذاتهم باسمهم يقول ايش يحب الدستور يعطيه حريه التعبير ويعطيه حق انه يقول ايش يحب اما اللي بدل هو التنفيذي ايش هو سيدي كما ماكش مالي بلاصه التنفيذي لو حاليك خطاك التنفيذي انت مسؤول باش تحكم واعطاك البرلمان الثقه باش تحكم ماذا تقول ليوسف الشاهد الان كرساله موجهه ما عرفتش تربح عارف اخسر كيفاش يعرف يخسر هو تو سيسي الميساج ينسحب هو يعرف يخسر شوف ما عرفش تخرج باب الكبير اخرى ما تخليش روحك الباب الصغير اللي مرمدوك مرمدو غيرك قبل فما محاوله بتاعت مرميدو حسب ما فهمت السؤال الاخير قلت ما تحب اسئله سيدي بس كملنا خط قلت صفعه شرطي ادخلتني عالم السياسه هل صفعه سياسي ستخرجك من عالم السياسه؟
لا أعتقد أنه ممكن نخرج من عالم السياسة، نشوف في سيد نجيب الشابي مثلا والسيد باجي صوفي عا نجيب الشابي سياسيا يعني أنت لو تصفع سياسيا ستخرج صفعته سياسيا في السبع سنين هذوما ما يكفي على قفايا. شنو شرط خروجك من العالم السياسي يوم أعتقد أني ما عندي منضيف ما عندي منقدم أو أني أصبحت نسخة من الناس اللي ننتقل فيهم اليوم وقت نمشي شد نخدم مهندس على روحي وانتهى الموضوع. شكرا لك سيدي العيار في مجلس نواب الشعب اللي حضرك معنا في الكابوتشينو، غدوة نتقابلوا في موعد جديد. شهية طيبة للجميع. كابا فام الكلمة ليك.